مرحبا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من قصة وقت، جولة جديدة ضد الوقت. كل مرة عم بحاول بس ولا مرة عم ينجح. ليه؟ لأن أنا وضيوفي عم نكون قدو وقدود. مين هن ضيوفي؟ شو هي الحالة الإنسانية اللي حكون معنا اليوم؟ شو رح نقدم لها؟ من بعد ما نعرف قصتها ونوقف حدها، كل هالشي رح نعرفه بس نتعرف على ضيوفنا. تفضل. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، مرحب، الله معكم. هلو، مرحب، كيفك؟ شان دولي، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بهالحلقه من قصه وقت. ان شاء الله بتكون حلقه ولا احلى من هيك. ان شاء الله. وسام، عندكم بلان بي اذا انا بدي فل؟ بلان بي لشو؟ يعني حدا محلي. حدا لا محلي؟ ما عم بضحك، ما تضحك. ليه؟ خير؟ شوفي، لانه ما رح صور معه يا خي، ما معقول. زالت كيف انا قعدت قدام؟ انا بدي اقعد قدام. شرطنا نحن لعبة طاولة، ربحت امبارح. لا ما ربحت، ما لعب امبارح طاولة. اللي بيربح بيربح بيقعد. انا بدي اقعد قدام، انا ما بحب اقعد. انا دكتور، انت دكتورة شي دكتور، انا بلعب، انا بقعد قدام. لا انا بدي اقعد قدام. ما بخبرك من تري. هلا هي يعني ليديز، يعني ليدي. هيدا هيدا نحن من شو ليدي؟ هلكونا بالليدي، هي بالحقوق هلكتونا. خلص عرفت شو تعمل؟ تعي كفى، لازم عنف بهالمرأة، عنف بهالمرأة. بعد في ورا ما قعدتوها، بتقعدني ورا بتقعد قدام؟ ليش حبيبي؟ بلي مين قعدتني وما قعدتك بالصندوق؟ لا لا هيدي عادية مهضومة طلعت. لا لا مهضومة صندوق؟ لا تو ماتش، لا تو ماتش. هلا عم تمزحوا او يا بنتي؟ انا دكتور بهاللعبة. عم تمزحوا؟ اكيد عم نمزح. بس انا خسرتها، فكان الشرط انه اللي بخسرها بعد قدام ما تغير. اهلا وسهلا فيكم دولي 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 حلو، اهلا وسهلا فيكي. كلك حلا، كلك هضامه. شو نعمه هالبنت؟ هل جاهز اليوم لتعملي كل التحديات كمان نساعد حل إنسانية؟ أنا بصراحة نعمة إيه وكل شيء، بس اليوم عن جد يا تعتيري أنا الله يساعدني مع عمو الوقت شو بده يعمل. أيوة، فبدك تعملي كل شيء ها، حتى لو في شيء خطر. أوكي، طب ما ضروري يكسرنا هلا الزلمة، هلا ببين معنا. طيب شار ماكريس، هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وسام. نعبى الفضاء بلوحات رائسة ولا أجمل من هيك حبيبي؟ ثانك يو، نحن بنفتخر بفنك وبكل شيء اللي عم تعمله كمان. ميرسي. بلبنان وبرا. ثانك يو. لحظه، مش عارفه انه انا بدي اتسجل عن شهر بالمدرسه. على عيد والله قلت له ثلاث سنين، بتقول لي ايه ثلاث سنين؟ شو ثلاث سنين؟ ساعه بدي اتعلم مايكل جاكسون، ساعه بدي اتعلم تعمل سامية جمال. مش في اسالكم سؤال؟ ليه اخترتوا تكونوا مع بعض بالحلقه؟ بصراحه وقت حكيتني يعني مطرح حرج شوي، كنت عم بسألهم ليه اختاروا يكونوا مع بعض. هل في شيء معين؟ ايه. شو ليه؟ بصراحة أنا وشاري كتير منتفق وكتير أصحاب، مع أنه وماي بيست فريند هو أصحاب أو أكتر من أصحاب أو أقل من أصحاب؟ لا حبيبي شاري، لا أصحاب كتير. نعم. وعن جد أنا كتير بحبه لشاري كتير، مع أنه أنا كتير أصحاب أنا والكل ملاحظ، بس شاري الوحيد اللي من الدومين أنا بضل قاعدة معه وبضل عن جد فيه بحب زيادة يعني. يا ابني لا، هيدا حبيبي، هيدا صديقي، هيدا هلا إذا يوم من الأيام بده يتجوزني هو قرر، أنا مش مشكل. فإذا في عندنا مشروع زواج على عيد. على عيد. على عيد. على عيد. آه يعني في اتفاق هيك فكري و... حبيبتي دولي، حبيبتي لا، حبيبتي لا، ماي بستي، حدا بيجيب الدب على كرمه، حدا بياخذ الدب على كرمه. فاذا مش حابين يعترفوا بشي، ولكن يا عمي والله العظيم ما تلبسونا قضية، في عنده حدا بيعمل له مشكلة لما بدهم يذبح الزلمة. لا 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 لا، ما حدا بيذبحني، بس لا والله دولي حبيبة قلبي. نعم مغروم فيها. يا شام قلت لك ما تعتني. مشاهدينا اكيد مغروم ولا مش مغروم؟ فهمنا بقى. ما فيك تفهم حبيبي لما بنعرف مين حضرتك. تبقى شرير. اوكي، مش تخبيري ما حدا عارف مين انت. شرير. تفضل وقت. وسام صباغ. ايوه معك. بدي رحب بضيوفك اللي معنا اليوم، من اعظم الفنانات معنا بحلقه الليله حبيبي، الممثل الكوميدية وسرقة القلوب دولي حلو. ميرسي وقت، جانتي هالوقت. طبعا كمان بدي رحب بفنان الاستعراضي اللي انتقلت كل اعماله وخبرته لكل دول العالم، شارل ماكريس. ثانك يو حبيبي وقت. انا حسيته بعد هيدا بده يجيب اجل. ميرسي يا وقت. انا ما عجبني الحكي الحلو. اليوم نهارنا طويل ورح يكون في عنا كتير تحديات ومهمات رح نعملها بحلقة اليوم كرمال نساعد حالة انسانية جديدة. بس نضل طيبين. بدي اطلب منكم تتوجهوا على اكاديميه شارل ماكريس لتعليم الرقص
وبعدها انطروا مني اتصال. اوكي ساعتها ببلش الجد. اوكي ساعتها سكر. ايه طبعا ما كنا تعرف. فاذا رحنا على الاكاديمية اللي عندك شهر اكيد في شيء مطبوخ هنيك ومش ضروري يكون معك علمه، لان احيانا الوقت بيركب البدوية من دون ما نعرف. وصلنا على ماكريس دانس مينستري. هون رح يجينا شو بكون هون رح يجينا الاتصال لنعمل اول ميشن. بليز شو ما كانت كيف ما كانت بدنا نعملها كرمال ناخذ كل النقط للحاله الانسانيه. اوكي yeah. ردي ضلي شو بكي خالتي؟ ما بعرف لأن لا بعرف بالرأس ولا بعرف يا رب دخل جرايكم يا ليه؟ شو بعرفني غير خلق؟ طب بركي عنا غير اللمبة شو خص الرأس؟ لو نحن بمدرسة رأس صحيح يلا خلينا بس أنه ما فيها لا أكيد رأس صحيح. شو رأيك بجسم دولي كراقصة؟ يا ربي أنا يا ربي باليرينا إيه دولي إيه بلشنا؟ يلا يلا ألو ألو أيوة وسام صباغ. وسام صباغ معك تفضل. شارل ماكريس بليزون دولي حلو متت الحمد لله. موجودة 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 جاهزين لأول مهمة؟ ايه شو هي؟ حسب شو هي؟ بما انه نحن بأكاديمية لتعليم الرقص أول مهمة رح تكون تقديم رقصات متنوعة. يا اخي ما عندك غير شيء، ما في طبخ، ما في كنيسه، تمسيح، كنيسه؟ ايه الاكاديميه النجوميه لازمنا مساحتين، ليه رقص؟ رقصك وراسي بدكم تغيروا تياب يكونوا بيلبقوا لكل رقصه. بدنا نغير تيابنا بكل رقصه. هول التياب اللي حاطينهم هون 100% كل واحد رح يكونوا تيابه موجودين على برميل مركب بالظبط بظبط الوضع. بلش بلش يلا شو بتعمل؟ طيب انا صوتي يا بابا وين؟ بس هو هيبا ايوه 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 you
الو ربحنا. الو ايوه برافو يا جماعة. ميرسي شو شو عندك ناقص؟ نقلتونا لأكثر من ثقافة بهالخمس دقايق. مبروك أول 300 نقطة. ثانك يو ثانك يو مستر وائل. قلنا خمسة. برافو كثير منيح. شو بدك نعمل؟ هذا بعده بأوله ونحن مكملين نهارنا عن شارب. والمهمة الثانية رح خبركم عنها بالصالة الثانية. بالصالة الثانية. توجهوا لهونيك وبس توصلوا رح أحكي. أوكي. يلا. ميرسي يا سيدي. برافو. تفضل. عم نزيف فاذا نحن صرنا شو هاي خيي بدي كفي تزيين الاكاديمي عم بتزين عم بتزين عم بتزين عم بتزين بتقول لي لا عم بقول لي عم بتزين شجره انا شتله خلص شار وين البوليت نحن بانتظار الميشن الثاني اللي هي على 400 نقطه ياي حلوين اوكي دولي حلوين كنا 300 هلا 400 كل نقطة نحن بحاجة لها كرمال رصيدنا للحالة الإنسانية. هلا شو بدنا نرقص؟ هلا ما بنعرف شو شو بدنا نرقص. هلا نرقص هيب هوب. حبيت الرقص بكثير، أنا نقيت شو بدي أرقص. ألو؟ ألو؟ أيوة وسام صباغ؟ وسام صباغ معك. دولي حلو؟ نعم. شارل ماكريس؟ تفضل. أخي صوته مش مطمن، هي الزلمة في لئم. المهمة الثانية ما رح تكون سهلة. ليه بقى؟ شو في بيننا وبينك؟ إن شاء الله تخلص بأقل خسائر ممكنة. يا حبيبي ليش يا توبرني ليه؟ شو في؟ شو في؟ أخي ليه بضلك تشارع أنت؟ اسمعي هلا. بيأذينا. لا ما تقبرني أنت، شو بتحب تاكل عندك؟ كل ما بقول لك أنا كنت شارع. رح يكون معكم تفضل مستر وائل. 3 دقايق. 3 دقايق؟ بس. أوف شو هالـ3 دقايق؟ أوكي، شو المطلوب؟ لتعملوا بيراميد من 5 أشخاص. شو بدنا نعمل حبيبي؟ بيراميد يعني أهرامات يعني أنت لا لا الخمر. شو بدنا نعمل حبيبي تقبرني؟ بيراموت؟ بيراميد هيدا حبيبي أنا على الصفا ما بعرف أطلع حبيبي بيراموت على الريموت يا حبيبي أنا على الصفا والله العظيم أنا درج ما بطلع بطلع أسانسير يا خيي شو في؟ أوكي بدك تجربي قد إيه معنا وقت مستر دايم؟ معكم 3 دقايق بدي اول شيء 6 شهور باللي بدكم اياه لتقدروا تكونوا 5 أشخاص بلش الوقت بلش الوقت يلا يا جماعه طيب شو بدنا نعمل بيراميد انا برايي نعمل ما عندك حدا متلمين؟ جيب لنا حدا برنارد برنارد مكرون ولا لا هذا سعد يلا بليز روجوا لنا رمضان هاي لانا هاي بيه هاي لانا هلو شباب احنا وليكي مش عايزينكم خليكم لانه هني بدهم 5 يلا كيف بدها تصير؟ لا وين جاي؟ انت وين جاي؟ بدنا نلعب بعض انا وياك وبدنا رجعوا شوي لورا هيك ايه شو؟ اوكي هذيك وسام القطو هيك وانا بنقطع روق شو؟ لحظة انا بلقط بدري اوكي بلقط بلقط بدري حتى سريع ايه هيدا البيراميد برافو اوكي بدك تدعسي على اجره هيدا ما معنا وقت تطلعي تعسي هلا خليها تبلش شو اسمك سوري؟ لا لا خليها تبلش لانا اوكي بشر وين هيدا؟ اجر هون اوكي بالبوط؟ طلعي طلعتيها بايدها بتحطي اجر هون واجر هون مين هي هاي؟ طلعتيها بايدها وبتوقف هي حتساعدك خليها تطلع لانا اول شيء بس يا خيي يا خيي والله ما بتزبط يا ابن الله يا رب يا اخي ما عم ضيع يلا بدي تبلش شو فيها اول شيء؟ هيك عليها 10,000 شو فيها اول شيء؟ لحظة لحظة طلعي لانا طلعي لانا اوكي الله يا لانا يا الله طلعي لانا ما فيها بدها تنطرني اوكي طلعي جو ضلي حدا يجي يسند استاذ استاذ اذا فيك تيجي تسند ابو معروف من ورا لحظة 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 انزلي انزلي عم تدعس على التليفون لا اطلع يلا اطلع يا الله قطع دارة استاذ مارون عم ساعدنا القطع حطي اجرك فوق حطي اجرك فوق دولي اي اجر سلا اجرة مارون ايه انعزل عزل ما تخافي ولا اطلعي اطلعي بالثانية حطي ايدك علي يا مجد اطلعي يا مجد اطلعي من هون ما في شيل اجرك لك يا مجد يلا عمرك خطر ولي شو بك؟ تا عمرك شهر ولا جيد انت عايز احكي لك مش بتمي لحظة فينا نعمل بيراميد وهاد بيراميد فينا نعمل عليا ما خصه بتنام وتلاقي بدي نام يعني طوقي كذا بلا سؤال عشان نام اوكي
قد ايه بعد في وقت؟ قد ايه في وقت؟ 30 ثانية. اطلعي قولي جول. والله. لا يا سلام. يلا. ملا 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 مثل ما هي احملها. ايه اطلعي. روح روح روح. اطلعي. يلا احملها اطلعي. عيني. علي قشرك ايه. زبط قشرك. يلا شديت على نار عنه. زبطت زبط. شديت على نار رجعت. بس لقينا في بوتك بتمي لحظة. صعبة ما فيها ما فيك بدها كثير اكليب ما في طف صغير عن جد بدها هلا طلعنا عملناها نص ثانية شو؟ معلش هلا بنشوف شو هلا اذا ما قلنا اياها هلا اذا انا هيدا مهضوم مهضوم هيدا شو هو؟ هذا شروال اليونان من بلد الام بيلبسوا من اثن بيلبسوا هيدا هي تبع العسكر اليوناني كمان اوكي الو الو ايوه يعني بالكاد ربحته عن جد صعبة والله بالكاد كان شكلكم كثير بيضحي بس برافو يا جماعة ميرسي شكرا لك ميرسي مستر تايم ثانك يو يا 400 نقطة شو المطلوب منا هلا؟ بعد في مهمتين والمهمة الثالثة ما رح أخبركم عنها إلا بعد البريك بس قبل توجهوا على المول بي ومن بعدها بس توصلوا بنحكي اوكي اوكي يلا تفضل مول بي وصلنا على المول نحن هلا رح يجينا اتصال مثل العادة ثالث ميشن 500 نقطة 500 ثالث ميشن قد ايه بيكون صار معنا؟ صرنا نحن 300 400 700 واذا اخذنا هيك صرنا 1200 اوكي حلوين حلوين كثير ما خربتيها؟ ما رح خربتها ايه. انا ليش بس انا؟ انت بيراميد قد روحتينا لانه الو الو ايوه وسام صباغ وسام صباغ معك دولي حلو ايه نعم هون شارل ماكريس شارل معك جاهزين لتالي التحدي؟ اكيد جاهزين يمكن تالي التحدي رح يكون حزورة كيفكم بالحزازير؟ كيفنا بالحزازير؟ ماشي حالنا فاين حزورة؟ نعم حسب شو هي؟ رح يكون معكم 5 دقايق لتبرموا على العالم وتعرفوا الحزورة اوكي شو هي الحزوره بدنا نبرم مع الناس ونعرف الاجابه من العالم اوكي اعطينا الحزوره بس ترجعوا بتجوا لنفس المكان لتعطوني الجواب النهائي اوكي لهون لهون شو بتقول حزوره الحزوره بتقول بحجم الكف وبلف الدنيا لف بحجم الكف بلف الدنيا لف بحجم الكف شو هذا الحزوره بحجم الكاف وبيلف الدنيا لف بحجم الكاف ما انا لو بعرفك اتنقلتك حجم الكاف بلف الدنيا لف باص ما حضرت غير رايك عطفور بحجم الكاف بلف الدنيا لف فكري لي فيه الله يخليك ما بعرف صعب يا يلا بسيط ما بعرف ثانك يو ثانك يو ثانك يو بحجم الكف وبلف الدنيا لف شو ممكن يكون بحجم الكف بحجم الكف بلف الدنيا لف don't know هو بحجم الكف وبلف الدنيا لف شو رايك يا ريت تساعديني ما في كثير وقت صعبه لا هي ما انا صعبه بس انه انا بس شفتك نسيتني كل شيء انا نسيتك الله يسلمك شو مدام طير طير الحزوره بتقول بحجم الكاف بلف الدنيا لف معقول يخطر تليفون تليفون انا التليفون صعب بس كثير بونجور بحجم الكاف بلف الدنيا لف ركز بحجم الكاف بحجم الكاف بلف الدنيا لف موبايل انترنت لانه شورتينج لا
قلت لي انا ما بعرف عن جد ما بعرف شو بتقولي؟ لا والله ما بعرف عن جد ما بعرف. حجم الكاف يا اخي ما هو موبايل وفيك تبرم فيه وين ما كان. فيك يو كان لايك جوجل باليوتيوب فيك تعمل سيرش يعني هيدي الاوديو هيدي الشوفه. ثانك يو. حجم الكاف بلف الدنيا لف. يا ريت تعطيني اجابه سريعه. شو هو؟ تليفون؟ الغام شو الغام؟ ما رسالة؟ رسالة؟ ايه معقول بحجم الكف بلف الدنيا لف العصفور 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 مرة تانية ميرسي بحجم الكف بلف الدنيا لف شو هو؟ شو قولك؟ والله بحجم الكف بلف الدنيا لف شو هو؟ إذا بتعطوني الإجابة بكون عم ساعد حالة إنسانية ما معي وقت كتير بحجم الكف؟ نعم بلف الدنيا لف الكرة الأرضية؟ لا هو ما بعرف هو شيء بليز الله يخليكم ما بعرف بحجم الكف بلف الدنيا لف شو ممكن يكون؟ أنا لو بعرف إذا عبرت بحجم الكف بلف الدنيا لف هذا ممكن يعرف بحجم الكف بلف الدنيا لف شو ممكن يكون كيف كان بقول لك شي كلمه يا اخي عصفور طلع يا عصفور ميرسي عصفوره بحجم الكف الدنيا لف ايه شو هو يعني ما بعرف من قبل من التنوره ثانك يو بحجم الكف بلف الدنيا لف ما عندنا وقت وين الماما تليفون ما بعرف يا ريت قال بحجم الكاف بلف الدنيا لف هي انا من بعد هالمشن لانه نزلت في 40 كيلو بقيت 5 كيلو ما صار في لف الدنيا لف بفتح الكاف بحجم الكاف بلف الدنيا لف رسالة رسالة بس مكتوب رسالة اوكي مرسي بحجم الكاف بلف الدنيا لف عم ساعد حالة انسانية اذا عرفتي بتساعدينا كثير حجم الكف بلف الدنيا لف ما بعرف ما عرفتيها؟ ثانك يو بحجم الكف بلف الدنيا لف انا لو بعرف انا وصلنا تليفون عم ساعد عيلة فقيرة ما في وقت كثير هينة بحجم الكف بلف الدنيا لف شو هو؟ ما بعرف قد الكف وبلف الدنيا لف قد الكف وبلف الدنيا لف باسبور شكله الباسبور يا جماعة بحجم الكف بلف الدنيا لف شو هو؟ بحجم الكف بلف الدنيا لف ما معنا كتير وقت ما عندي فكرة بسيطة شكرا شو؟ ايه يعني قياسه صغير قصدون انه ما بقى في وقت خلص الوقت يلا بسرعة يعني هاي هاي كيفكم هاي شو شعر؟ في إجابة؟ في إجابة؟ اه والله ما في؟ بسيطة خلص وقتنا ثانك يو ثانك يو كلكم ذوق شكرا شكرا لك انا فاكرين في انا ما انا اجيني كثير انا قالوا لي عصفور قالوا لي رسالة قالوا لي عصفور وقالوا لي رسالة وقالوا لي باسبور وقالوا لي تليفون شو بعد قالوا لي شو بعد قالوا لي تذكروا عمو استابولي لك شو عمو استابولي جاعة هيدا بدنا إجابة لنا طب أنت شو قالوا لك؟ باسبور عصفور مثل رسالة بدنا نقرر على إجابة هو مش باسبور أنسب شيء لأنه أصغر شيء وبيسافر وين ما كان والعصفور كمان بيسافر بس لحظة لحظة بس كمان التليفون بيلف الدنيا لف ايه انا بقول باسبور باسبور انسب يا بنتي خلاص مننتهي باسبور باسبور بس ما كلهم بلفوا الدنيا لف يا بنتي دكتور انا باسبور يا اخي عامل حاله دكتور وهو مش دكتور الخبره لا شو في بيناتكم مشكل ولا مره بين حاط تحت هذا فيي يا اخي بضلك حاله انت بدي اعمل لك باسبور خلاص يا ربي يا ربي بحبوا بعض دكتور انا يا بنتي اعمل لك باسبور يعني باسبور بس هيدا منظر واحد ينحب بس انت تطلع ما بتقتلها هيدا بدي ادفع لها للي بدها تاخده ما تقربوا هيك عم ينزعج منا الو الو ايوه شو عرفتوا الاجابه؟ ايه نحن بنقول بنقول باسبور باسبور اخر قرار؟ ايه لحظه شو يعني اخر قرار يعني اذا غلط بنخسر؟ اكيد خلاص باسبور يا بنتي منتهي مثل ما عم بقول لك اجابتكم صحيحه باسبور رح تربحوا 500 نقطه مبروك عليكم
صار مجموع نقاطكم 1200 نقطة. دكتور أنا بهاللعبة 1200 نقطة. مع خبرك كثير منيح. خلصنا بعد كل شيء دكتور. كثير منيح. شو المطلوب مننا نعمل هلا؟ بشرفك خلص. قبل ما نكمل على التحدي الأخير صار وقت الغداء، فيكم تتوجهوا على مطعم دادوس ومن بعدها بنحكي. دادوس؟ دادوس من زلقة؟ اوكي فازن، هيدي المرحلة الوحيدة سكر اللي 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 بتغسل التنور رح تكون ما عم تحكي لان بكون عم تاكل. فازن تفضل. ما فيني رح اكل واحكي. كافيين نهارنا، اخذنا بريك صغيره رح ناكل لقمه قبل ما نروح على اخر مش اللي هي على 1000 نقطه. بدنا نشكر دادوس كافيه. اكيد نحن بالزلقه بدادوس كافيه هالسفره الجميله هالاستقبال الحلو هالنفس الاطيب عن جد. فشكرا له وشكرا انه ان شاء الله على طول هالكافيه بتبقى هيك عامره. دادوس بدنا نعرف شوي اخباركم قبل ما يجينا الاتصال اللي بتعرفوا على طول ضغطنا ضغط. يعني ضغطنا. دولي اللي شو عنا؟ شو في شو جديد؟ شو عنا؟ عنا كتير سلبي بالسيزن الجديد هلا ان شاء الله. عن جد كتير السيزن هيدا الجديد كتير حلو، كتير في ناس حلوه ومهضومه ان شاء الله وقريبه للقلب ولذيذه. اول حرف من اسمها وسام صباغ. اسم الله عليك. وسام انت معنا بهيدا السيزن وانت شايف الجو شو حلو، شايف طريقه التصوير كيف غير، نحن كتير صار غير وعم نحضر مسرحية كتير سلبي. شو هلا رح تكون لراس السنة بالهيلتون حبتور، رح نكون كمان عم حضرين مسرحية طبخة جديدة رح تشوفوها كتير حلوة مع الممثلة أنطوانيت عقيقة وكمان إلي الراعي وحسين المقدم وأنا وعلي. جروب كتير مهضوم، المسرحية كتير مهضومة والسهرة كتير حلوة لأن فيها كل شيء، يعني فيها حدا رح يغني، رح نكمل السهرة نحن وياكم للصبح. فأنا ناطرتكم ومن بعدها رح نكمل مسرح إن الله راد عادي. تحياتنا لكل الفريق. بس في شغلة أنا هلا عم حضر كمان الأخوات. الأخوات 961 عم اشتغل أنا وجسكار لحود. هلا بلشنا مع المدارس، عم ناخد مدارس إن شاء الله من جمعة الجاي منبلش منكون على مسارح المدارس، وفي حكي كمان لنروح فيها على كندا إن شاء الله. بالتوفيق بالاخوات وبالمسرح. وتحياتنا مسرحيتين عندي. اوكي مسرحيتين. تحياتنا لكل الزملاء. ميرسي وان شاء الله يا رب على طول هيك ان شاء الله الكل يا رب تفرحوا كل الناس وتبقوا عم تقدموا الاحلى. شارل شو عنا؟ عنا ضلي عندها مسرحيتين. اسم الله عليك. لا جد حلو حبيبتي دودو. شارل شو الشوات اللي عم تقدمها؟ كثار فعلا كثار. لبنان برا لبنان. هلا عنا كريسماس. بكريسماس عندي ايفنتات للسكول للاكاديمي ماكريس دانس مينستري بوجههم تحيه. عندي 14 15 16 كمان ديسمبر بحرين مع شمس الغنيه نجوى كرم. بس وعلى راس السنه رح اكون بالاردن كمان مع شمس الغنيه نجوى كرم. عندي تصوير ميوزك فيديو هلا فيديو كليب لفنان من الخليج العربي. اوكي وهلا فرقتي القديمه فرقه ميليشيا بيروت ما ضوينا كثير عليها كنا نعمل ميوزك وغنى. هلا عم نحضر تراكات جديده لنرجع نعمل البوم جديد لميليشا بيروت هولي من هلا لديسمبر. بديسمبر بعمل شيء اسمه حمله الكيلو. حمله الكيلو هي كل تلميذ بماكريز دانس مينستري بيجيب معه كيلو كل شهر ديسمبر بفندو يعني ب 22 ديسمبر بننزل على كمان عيال فقيره بنعطيهم الكادويات. وعم حضر للمهرجان الدولي للرقص اللي هو بيروت سالسا لوكا بيصير بشهر 3 2018 بريجنسي بالاس اوتيل ادما. بنجيب 30 ارتيست حول العالم بيعلموا رقص جمعة سبت أحد بالنهار بالليل بيعملوا شوات على المسرح. حلو. من بعد الشوات بينزلوا بيكون في كمان انترناشنال دي جيز. من بعد الشوات الارتست بينزلوا بيرقصوا العالم للصبح. هيك بنكون عم نطور وعم نسقف وعم نخلي شبيبي كلها ترقص وتفكر بالرقص. وهيدي السنة الجاية اللي هو بيروت سالسا لوكا بيروح شو بيقولوا الريع المهرجان لجمعية ليل المخدرات. لأنه أنا حبيت السنة الماضية كان التيم يعني كان التيم هو اسمه History of Salsa لأنه المهرجان بيحكي عن رقص اللاتيني عن السالسا خاصة. حبيت أنه تكون سنة الجاي No for drugs, yes for dance. فمشان هيك حبينا تكون معنا جمعية ليل المخدرات كرمال يروح نعم للرقص راعي يس المهرجان لها. يعطيكم الف عافيه. يعطيكم الف عافيه. بالنسبه لبعض شو صاير؟
شوفي بيناتهم هي ونضل نقبر بعد خبرك يا عسل ضلي تلعب معي طاولة بس دقيقة وخسرها وهي بس عم بيحكوا عن العلاقة الغرامية اللي بيناتهم قليلة اللعب بالطاولة نعم عم بيحكوا بس عم بيكشفوا العلاقة الغرامية اللي بيناتهم دكتور هلا دكتور شو بتحب تقول ماشي ما بيعرف يلعب طاوله ولا شيء بيعرف يزعبل اللي بدنا نقوله انه انا دكتور بهاللعبه وما بعرف العب طاوله بدنا نقول وسام ثانك يو كثير على هالبرنامج الروعه بتعقد انت وانت نفسيتك عن جد بتعقد انا وسام بعرفك من زمان بس عن جد اللي ما بيعرف وسام مش بوجهك اللي ما بيعرف وسام عن كسب كشخص فعلا شو بدي فيك على التلفزيون عن جد انسان طيب خليك ان شاء الله كل الايام الحلوه قدامكم الو تفضل الو ايوه صحتين على الغداء بعد ما اكلنا يا زلمه شو دقيت بدنا ناكل لقمه على السريع خلصوا. بس نخلص شو مطلوب منا نعمل بس نخلص وتصيروا جاهزين للتحدي الرابع والاخير نعم راح تكون المهمه بمطعم دادوس بس خلصوا غدا من بعد البريك بدكم تتوجهوا على منطقه الفرن بالحطب اوكي فرن الحطب فاذا رح ناكل نقله نقله رح ناكل لقمه قد ما جوعان يا امورني رح ناكل رح نقله رح نشرب ناكل نقله نحكي اوكي بلا نقله رح ناكل نقله وبلا نقله يلا تفضلوا هجموا لفوا ساندويتش صحتين يلا خلينا نبلش خلينا نبلش ناكل خير رح ندخنا يلا تفضلوا سكروا يلا تفضلوا انطلب منا نوصل على هيدا المطرح بالذات على الفرن حتى تجينا المشن على 1000 نقطة يس عرفتها بدي اشويكم بالفرن لحظة من هونيك لهون انت دولي من هونيك لهون كنت ساكتة في شيء دايما دايما ساكتة بدي اعمل فاذا 1000 نقطة يعني مش بسهولة اسم الصليب عليك شوي الو الو ايوه وسام صباغ وسام صباغ معك تفضل دولي حلو نعم شارل ماكريس ريزون هلا صار وقت المهمة الأخيرة اللي رح تربحكم 1000 نقطة جاهزين؟ جاهزين يا رب جاهزين ان شاء الله ما تكون صعبة هيدي المهمة عليها أكبر عدد نقاط فضروري تكونوا جاهزين جاهزين المهمة الرابعة هي إنه تعملوا لنا 6 بيتزا شو؟ 6 وراح تبلشوا من الصفر شو يعني؟ شو يعني من الصفر نبلش؟ لحظة لحظة يعني 6 بيتزا كل واحد ولا كلنا؟ انتوا بدكم تعجنوا انتوا بدكم ترقوا وبدكم تحطوا كل يعني المحتويات تبع البيتزا يكونوا مشكلين مشكلين من بعدين بدكم تخبزوا 3 لحظة بدنا نعمل 6 ونخبز 3؟ نعم من ضمن 6 بدكم تخبزوا 3 اوكي قد ايه معنا واحد معه 2 بيتزا دولي نعم أهم شيء ممنوع تسكتي نعم كل الوقت بدك تكوني عم تحكي زعلتني يا شيخ ممنوع تسكت 5 دقايق لتربحوا 1000 نقطة طيب ليش أنا ليش أنا يعني ليش أنا تخبزوا 3 وما تسكتي دول بلش الوقت نشيل الاخواتي مين بده يطبخ؟ مين بده يشوي؟ طفي بالنص حبيبتي خليك هيك يلا ما في هيدا المبروم؟ هيدي بدي اشويها انت ما علشت مدري قد ايه وقت يلا اعمل شوي كيف اللي اعمل هيدي هيك؟ انتبهوا في 1000 نقطة يا جماعة ما بدنا نروحها نهائيا الله اذا بتروحوا نقطة واحدة قبرتكم مش حطوا فيها قبرتكم انا رح تزهق فزن مطلوب منا فناني انا في انا بدي احكي فناني انا اذا بسكت بتفصل فنانة لايكو لايكو زيها يا حجة زيها زيها فنانة انا فنانة فنانة هيك يا بيت البيتزا يا بلاليكو يا جماعة انا حطي عندي ايه يلا في غير نقصوص ما بيأثر هيدا الباص تبعها هيدا الباص يلا انا شايفك عم تسفي هلا بخسرنا ايه لك هيدا ما بيعرفش يطبخ شيء تلا الدنيا تلا الجيران تلا بالمحلات هونيك ليكي هيدا فنانة يا جماعة هاي البيتزا رح أعلمكم كيف بيتزا يا بنتي أطيب بيتزا بالمنطقة أنا بدي أحط لها من هون مثل ما عم خبرك مع أنه أنا ما باكل من هون بدي أحط لها هيدي نحن بإيدينا بلعن هيدي بلعن حظي بإيدينا مثل ما إيه. وهودي بيبروني رونيت طيبين في ناس بتحبها بونبوني إيه شوي وبدي أحط لها بدي أحط لها مش من هون فتنا ببعض فإذا
فاذا انا رح خلص اول بيزا تبعوتي. ليك نحن مش عم نتسابق مع بعض هيك قول لي. ايه بس ليش بتعمل يا جان؟ ستة ما بعرف اذا بحطوا لنا هي جماعه ما تخدم المقادير لعبة. ست بيتزا يلا. لهلا خالص بس ثلاثة وبدنا نخبز اثنين. انا رح اخبز وحدة. بدنا نخبز سوري ثلاثة. حط لي هيك. شو؟ لا تعي هيك. ايوه خليه ايوه انا متذكر يعملوها هيك. ولع روحي على النار يلا. روحي على النار على السريع. شو بك يا عجا قطيها؟ روح شو بعمل؟ حطها جوا؟ لا حطيها برا على البلكون. ولك يا شاي؟ حطها جوا قال. بس كيف ليش عم تعمل؟ يلا ليكو انا عملت اول بيتزا. ليش بالثاني؟ روح مش عم يطلعوا. خلص حطيت لك وحدة يلا. حطيت لك وحدة. لكن وين بمسح؟ ما في تمسيح. يا جماعة كانوا محضرين لهيدي قد الوقت شرفت صار مارق نص الوقت بعد فيه هيدي مش عم تعمل دقيقتين ونص ها هيدي شفتها غلط انت هي ما بتزبط بدي يقتلني هيدي فكره كان عاملها هيك كان عامل زيحه يا شباب بدك تعمل وحده انت هديك لازم تقلبيها على فكره طب انا برمى انت ما بعرف انا فاتت ما بعرف كان بدي اعيط لها لتظهر ايه يا جماعه رح اعمل لكم بيتزا ثانيه هالبيتزا الثانيه بتقول لحظه لما نضغطها شوي هيدي شاف ضلي ايه ضلي هيدي البيتزا بنعمل العجينه هيك مدام ضليني كيف؟ رح ضليكي كيف؟ ضلي هون ايه رح ضلي انت عم تعملها على هيك اوكي يا جماعه في صوص؟ يلا في صوص رح اعمل لكم بيتزا قد ايه بعد في وقت؟ لحظه وسام انت عم دقيقه ونص ضلي ما حدا عم يساعدني لالي ساعدها هيدا صوص هيدا لانه اوريجينال هاي البيتزا رح يكون اطيب بيتزا بالدنيا هاي البيتزا رح يتقبروا عليها لياكلوها عن جد هلا شباب يتقبروا عليها هلا تشوفوا هيدي صوص كثير طيبه بنحطها هيك برجع بحط معها تشيكن متطرف لك هيدي شكلها طلعت اليوم هلا انا والله غسلت ايدي ما عرفت ليه كثير السبب انه انا كنت هيدي ما تتخانقوا علي بعرف انكم بتموتوا لما تشوفوها صاروا ستة برافو صاروا ستة قد ايه بعد في وقت؟ تنورتي جراح دقيقة لا يا شارو بعد في دقيقة يلا روح خلينا نشيل وحدة هيدا الشيء بتاكله اصابيكم واسعد اجيرانكم وراهم وحيد العضلة تعبت نرجع بنحط زيتون بكي عبتي قد ما حكيتي ما مجبورة شو؟ احكي شو قصتك؟ حسيتك عم تقدمي برنامج اكل شامبينيون او نو هيدا شامبينيون كرلالا شامبينيون فونفون جامبون 30 ثانية 30 ثانية لا 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 وسام قبل ما تصوت هيديك ساعة عم ترغي حكي وسام هيك شامبينيون فونفون جامبون كل الوقت هيك هيك بيشيلوا البيتزا شو خسرت زيتون نو واي شو ما بتعرف تعمل بيتزا ويسو بوحدة اعترقت ويسو يمكن كان لازم نعمل غير مش هيك بيعملوهن شو هيك والله خلصنا طلعتيها؟ ايه يلا دقيقة لازم لك صحن روح لازم لهون شيلوا اللي جوا عشان ما ي بدي عايز روى حبيبتي هيدي اللي هو بيتزا سيم كمان جيبي لي هيدي بيتزا سيم يلا بس بليز عن جد بدي يطبخ عن جد هلا بدنا ندوق شو؟ لا ما قال ندوق ما قال بدنا ندوق نعمل ستة واحدة اثنين ثلاثة واحدة اثنين هاي تبع دولي انا عملت واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة الله يا دولي انجل هي اطيب هيا هي بيتزا الصيام هيدي يعني كل الخبراء بعدهم عم يشوفوا هي عبارة عن شو الله يسلمك هيدي عبارة عن شو بده يلعب بده يعملها وحيد الله انا هاوي يلا بعد في وحدة الله يا دولي على الطعمة طيبة بس انا مش مضبوطة صح هلا على الكاميرا ليقولها انا طبخت طيب طيب عمرك طيبة نصيبة طبخها من هي انا شباب وانا كمان مشاهدينا نوع جديد من البيتزا الله يشبعنا النعمة طلع معنا شيء قريب كمان
ليكو كل شيء بيزبط بالانسان بيقدر يرتبها. لا 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 بدي لك شيء، اصلا الدنيا ازمه يعني طبعا. الاكل ذوق طبعا، في ناس بتحب طبعا يعني. هلا فيك ها عملتيه لشكل جميل يا محلى الاولاد. هيدي فاشل فيها لغب. ما هيدي حاضره حرب فيتنام. ها انا عملتها. لا هيدي انا عملتها يمكن. لا لا هي انا عملتها وهي انا عملتها. بنانورا لحظه، هي انا عملتها وهي انا عملتها يعني. الو وينو جنبون؟ وحده ما انتبهت. جنبون بنادورا. نعم صراحه ما بعرف هالانواع من البيتزا اللي اخترعتوها اليوم. طبعا شيء جميل جدا، بس ما بنحب نقول عن حدا. نحن اختراع جديد يعني. مزبوط انا ما حددت شو انواع البيتزا. نعم بس صراحه اللي طلع معكم بيشبه كل شيء غير البيتزا. لا ما فيك ما فيك يعني. لا عندك لا عندك بيتزا اشرفيني، بيتزا زلقيني، بيتزا جونيني، بيتزا جبيليني، بيتزا بيروتيني. طبعا لا لا انت الله. سوري نحن ما بنحب. طالما هيك في بيتزا دولين وعملته 6 بيتزا وخبزته 3 رح لكم مبروك الالف نقطه، وعن جد تستحقون بس كرمال الحاله الانسانيه. يس يس. بس بعد اذنك بالنسبه لهي هيدي الصيام، هيدي الصيام صيام طبعا فيجيتيريان يعني ما بياكلوا طبيعي طبيعي. وبعدهم هيدي الصايمين على الاخر. يلا خلص فيجيتيريان ما في فيجيتيريان. شو مطلوب منا هلا نعمل؟ هيدي بس الامر. مجموع نقاطكم بالحلقه 2200 نقطه. واو 2200 برافو. وهلا صار فيكم تروحوا عند الحاله الانسانيه كرمال تكملوا اللي جيتوا كرماله اليوم. اوكي انا بدي اشكر جهودكم شارل ماكريس. نعم. دولي حلو. نعم. زينتوا سهرتنا وحلقتنا. ميرسي. وهلا ثانك يو. صار فيكم تتوجهوا عند الحاله الانسانيه. اوكي. اوكي. ثانك يو. يلا عند الحاله الانسانيه. بيطلع لنا نقص عند الحاله الانسانيه. نعم. لا خلص هلا نحن مثل مش فاهم الموضوع انه بيطلع لنا نقص ونقص. اخذنا كل النقط ورايحين نقدم لهم المساعده لحالة. لا ما حيستقبلوا. وان شاء الله اول ما يعرفوا الخبراء شو هيدا النوع بتمنى بتمنى كل الخبراء اللي بعالم الطبخ والعالم الفود اللبناني المطبخ اللبناني، بس اذا فيهم يتصلوا فينا يقولوا لنا شو نوع هالبيتزا. فاذا هيدي بيتزا على زيتون. شكرا لكم. يلا حط مايلي فيس. سمايلي فيس طبعا. هذا المنقاري. يلا تفضل. ست حنينة يسعد مساكي، نحن ببيتك اليوم. كنا خلال كل هالنهار أنا ودولي حلو وشار ماكريس عم نعمل كل المطلوب منا من مهمات لحتى آخر شيء نجي نساعدك ونوقف حدك. الله يسعدكن. بدنا نسمع قصتك، بدنا الله نسمع الله يسعدكن يا رب. بدنا نسمع وجعك ست حنينة. الله يسعدكن. خبرينا كيف وضعك، شاركينا قصتك، شاركينا أنا حياتك. كنت مشاوزة قاعدة بسوق الغرب، متجوزة وجيت لعند أختها كانت عم بتخيط. كنا عايشين، كانت أختي كمان، هاي أختي كمان كانت مجوزة، أختي صغيرة الكل. نعم. كانت أخدي واحد عذبها كثير، رح خبرك الحقيقة. عذبة كتير، اجت كمان هي وولادها لهام. كانت اختي عم مخياطة كمان معايشتنا، وانا ميت جوزي وانا جيت لعندها، وانا سبت روح اشتغل اخدوم. مرة توفيت، مرة تاني، مرة تاتي، مرة الرابعة، هيك. كان عندي خالتة اثنين، خالتي وكان عندي خالتي كمان اخدمتها وجيت لها. وبعدين كانت اختي بين ما يوسف هان، كانت أختي عندها هون. أختي توفيت وكنت أنا عند خالتي عم بخدمها بين ما يوسف. وقفت خالتها وجيت أنا وأختي عم بخدمها. تجي أختي تساعدنا، هي من عبكرة وأنا من عشية. بقى أختي توفيت، بقى أنا ست وحدة. تسوحني ايش بدي اعمل؟ ما فيني قيمة مثلا شيء لاحطها مثل ما هو لازم، ما فيني. بطلب من يسوق من عذرة. شو بدي اعمل؟ مين بدي احكي قصة؟ خيي مريض
عمل عملية لعيناه وقعد بالبيت انتطوا عيناه ما فيش روح لوجي. واختي هديك ما ساخنة واختي هديك ساخنة وانا جيت صرت انا والمطرة شي ساعة اوقات بيجوا بيلاقونا انا ميت وي ميت ما بعرف ان بدو موت قبل انا يا ميت. شو بدي لكم؟ بدي لكم انا مغطر كثير كثير مغطرة. شو بدي لكم؟ اوقات اوقات بصير بكي لحالها بطلب من يسوع بطلب من العذراء شو بدي اعمل؟ ست حليني انت هلا يعني انت المسؤوله عن اختك المريضه؟ انا مسؤوله وفي صهري مسؤول كمان بس صهري 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 ابقى شوي بتاعه شال ايده هلا انا كل شيء انا. طب انت كل شيء انت بس انت من كيف كيف عم تدبر امورك؟ كيف عم تجيبي؟ عم دبر اموره اللي كنت اشتغلهم محسكتهم بصرفوا بس يخلصوا شو بتعمل؟ بس ايش بدي اعمل؟ الله بيدبرنا الله ما بيتركني الله ما بيتركني. قد ايه عمرك ست حنينة؟ قد ايه عمري؟ بدي اقول لك عمره ماليش عاني لك عمره. ليه يا حبيبتي مالك عاني؟ انت بهذا العمر عم تحكي صرت بهالعمر بدي ارتاح وبعدني عم بشتغل وبعدني عم بعدني موتى. بعدك عم تخدمي اختي؟ نعم عمري 84 سنة بتقول عمري هالآن وبعدني عم بخدم اختها بشيلها وبحطها وبغيرها وبغسلها وبعملها كل شيء. قادرة عم تقدر تحمليها؟ اوقات شوف اوقات بحط لها منشوي هان على رقبتها تاسحبها بالطالع لانه بصيروا اجريها تحت معفيت من اجريها حرام معفيت من اجريها بحط لها منشوي من هان تاسحبها بالطالع لانه ما فيش حدا بس انا ما بدي اقول بدي ضل اقول لجارتي تجي تساعدني قالوا يا رب يا يسوع تكون معي ساعدني ودبرني. ست حليني شو بتطلبي؟ انت عم تشاركي قصتك مع كل الناس وجعك عم تحمليه لحالك وعم تخدمي اختك اللي هو هيدا الشيء. سمعتك عم تقولي خدمت اختي وخدمت فلان وخدمت فلان بكل حياتك عم تخدم الناس. كل حياتي عم بخدم خدمت امي للموت كمان وخدمت خالتي وخدمت خالتها وبعدين رحت على الاشرفيه بعدين بحنكش بعدين ها وهلا اجيت لاختي طبق فينا. ست حنينه شو بتطلبي؟ بطلب شو بتتمني؟ في ناس قلوبهم طيبه وطاهره عم تسمعنا عم تشوفنا ولا مره طرحنا الصوت الا ما في ناس لبت. تسلموا الله يخليكن يا رب. اذا بتساعدوني بتجيبوا لي حفاظات بتجيبوا لي مثل هيدي حفاظات تحت من تحت تختار وبدي شي بنت مثلا تساعدني شوي تنظف هالبيت شوي اوقات بتجي تساعدني اوقات ما بتجي مثل بده بس هيك ترتاح شوي تساعدني مره تغير له مره ما بتغير له شفت شو انا ترتاح شوي. بتجي البنت بدنا مصاري صحيح؟ بدنا مصاري بدفع لها مصاري شو بدي اعمل؟ انت معك شويه هالمصاري وشو بدك تعملي فيه؟ بده يخلص انا عندي مسؤوليه عند البيات محسكتن انا بجيب دويات لو شفت شو عندي دويات بجيب دويات عم باخد الطاقة عم باخد النشاط يعني عندك هالشوية مصاري عم بتقسميهم على الادوية وعلى ايه وهلا بدي ادفع الكهرباء ها بدي ادفع التليفون بدي ادفع للمي ست حنين بدي اجيب حفاظات بدي اجيب لطاط. ست حنين الانسان بلبنان اللي عم بيشتغل شغلتين وثلاثه مش عم بيلحق بعرف فكيف اذا انت محوشتي لك شوي شويه ايه؟ مصاري ايه شو ايه بدون بدون يا دو انا بدي اجيب دواياتي كمان انا بدي اجيب دواياتي انا كمان. ست حنين نحن نقلنا صوتك ووجعك للناس. تسلم يا حبيبي دمعتك غاليه شاركنا وجعك مع كل العالم. الرسالة اللي عم بتأديها خلال كل حياتك رسالة عظيمة خدمت كل العالم وبعدك لآخر إيه؟ لآخر لحظة بحياتك عم تخدم أختي إيه لآخر لحظة لآخر لحظة
مالي قلب اتركها يا حبيبتي، بصير تنق بدها تشرب بدها تاكل، مالي قلب اتركها وجعني قلب عليها، قوم بالليل ما بخليها ما بخليها بشوف بعد بتنق، قوم بصقيها قوم شوف شو بدها تاكل طعميها، مالي قلب بيقولوا غدي على مأوى، المأوى رح يحسوا معها ما طلبت ما أنا بتحس معها رح يحسوا معها، ما بيطولوا بين العلاقة مثل أنا أخطأ مش شو عليها، بدهم كانوا من ياخذوا وقت لا أنا بدي موت أنا وياها، أنا بدي أهجمها مالي قلب، لأن هي خدمتنا وتعبت قدامنا كثير، تعبت قدامنا كثير أختي عنجي، كانت تقدم للكل يا حرام من قبرتها، وبعدين احنا جينا لعنده وبعدين هي قصرت يا حرام مشاهدينا. هيدا وجع ست حنينة واختها ست أنجيل، نقلنا صورتها ووجعها واحساسها وحياتها المعذبة، بتمنى نتفاعل معها، بتمنى نقدر نساعدها، طلباتها بسيطة كتير، ما عندها مردود، ما عندها حدا واقف حدا، وحياة صعبة، نتمنى عاد ما بنقدر نساعدها. خيركم الله يحميك، الله يكون معكم، يسوع يحميك ان شاء الله يا رب. نحن موجودين حد بعض، هلا رح يمرق الرقم اللي من خلاله رقم حضرتك اللي حابب يساعد، ومنقول الله يبارك بأي إنسان حابب يساعد وعم ببادر دغري، الوجع ما بيتحمل وقت، دغري نتفاعل ونساعد ست حنينة. تسلم الله يخليك يا رب. حب تقولي شيء أخير ست حنينة أنت؟ كثر خيركم، بتحب تساعدوني وبتحب تعلمي، الله يسعدكم. نحن هدفنا وعني لا يبعدكن ان شاء الله يا رب، الله يخليكم بصحتكم يا كل هالشباب، يسوع يحميكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا. ستنا مشموش الكترونكس رح يقدم شيء للبيت، شيء هيك بس تسهل امور حياتك شوي، واكيد نحن املنا كبير بالعالم على طول، لان ولا مره ولا مره الا ما لبوا الندى، ونحن بنشكرهم دائما، بنشكرهم من نص قلبنا على روحهم الطيبه. ربنا حدك وهو اللي عم بيعطيك القوه، عم بتقولي عمرك 84 سنه بعدك تحمليها وتخدميها، بدي هاوري هاوريك بدهم يشوفوني كل الناس هلا بكره على التلفزيون. برايك عيب يشوفونا بحاله نحن فيها ضعاف؟ أكيد مش عيب، مش عيب، مش عيب، نحن بشر بالنهاية، بنتعب ونتوجع ونتأثر وبنمرق بظروف، مش عيب. حضرتك عم تعملي شيء عيب ست حنينة؟ لا مش عيب، عم بتشاركي وجعك، أبدا منه عيب، لا ما تفكري هيك أبدا. دورلي شارل، بدنا نودعكم، نشكركم على هالحلقة وعلى كل شيء قدمتوه. أنا ممنونة يا عمي، لا يا حبيبة قلبي، أنت ما أنت ما توخزينا لأنك ببلد، ما توخزينا لأنك ببلد لما الإنسان يضعف ويكبر ببطل في حدا حدا، أنت ما توخزينا ما توخزينا أنك موجودة بهيك بلد ما كتير بيحترم الإنسان بس يكبر، انت ما توخزينا كثر خير جيك القوة، انت هديتو لعنده جيك القوة يا سوى يحميك ان شاء الله يا رب. دول اللي شعر بدي ودعكم، انا بتحب تقول شيء بالختام، شو بدنا نقول؟ في شيء بينقال؟ شو بدي اقول؟ ميرسي كثير. أنا بدي أقول إنه يسوع يباركك ويقويك، ميرسي يباركك أنتو كمان، يعطيك الروح ويبعد عنك كل شر وشبه شر، ميرسي كثير يا قلبي، ويغسلك بدمه ويعطيك القوة اللي عطيها لإيليا باسم يسوع. آمين يا رب. دولي قلو يا يسوع ما تتركنا.
خليك حد وحد يقول لي. أنا عن جد بتمنى أنه يكون في كتير ملايكة على الأرض هلأ من قبل يسوع ويحسوا شوي بهالحالة، لأنه إن شاء الله ما حدا بيقطع بهيك ظرف، الظرف بيخنق ويمكن الصورة ما تنقول عن جد اللي شفناه. بس وجعك وكم كلمة قلتيهم إن شاء الله يوصلوا للناس عن جد بالصدق اللي قلتيه. ويا ريت كلنا لو شو ما كان لما منكون كلنا لو شغلة صغيرة بتوصل لعندها كبيرة تعمل فرق، تعمل فرق. هيك مشاهدينا منكون وصلنا لختام حلقتنا من قصة وقت مع دولي الحلو وشار ماكريس. نتمنى نتمنى ميرسي كتير لكم، ميرسي لك لأن شاركتينا وجعك واستضفتينا ببيتك. ميرسي كتير يا أمري. نتمنى من ربنا يبقى حدنا ويباركنا ونساعد أكيد ست حنينة، وإن شاء الله ما بتشوفوا لك الخير، تصبحوا على الخير.